بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله فيديو النهاردة من اهم واخطر الفيديوهات اللي هقدمها لك في تربية الحمام، ومن اهم الفيديوهات اللي هتشوفها في حياتك عن اخطر مرض من امراض الحمام والطيور. فيديو النهاردة عن مرض الجدري. مرض الجدري والله من الامراض اللي ممكن تخلي اي غاوي حمام او اي غاوي طيور يصفي ويبطل تربيه طيور للابد، ما يرجعش يفكر تاني ان هو يربي طيور. طيب في البدايه كده خلينا نعرف ايه هو شكل مرض الجدري او ايه هي صفاته وبيظهر ازاي على الحمام، وازاي نعرف ان ده مرض الجدري. طبعا مرض الجدري لما بيظهر على الحمام وعلى الطيور بيظهر فيهم حبوب او بصور باللون الاصفر او باللون البني او باللون البيج. طبعا الحبوب او البصور ديت بتظهر على اغلبيه جسم الزغاليل، تمام كده؟ بتظهر على الوش، على المناخير، على العين، على الرقبة، حوالين فتحة الإخراج، على صوابع الرجلين، على الرجلين، عند مفصل الركبة بتاع الرجل. طبعا دي كلها أماكن ممكن يظهر فيها الجدري، تمام؟ ممكن يظهر على المنقار وجنب المنقار وجوه المنقار، وممكن يظهر في الحلق بتاع الحمام أو بتاع الزغاليل، تمام كده؟ هقولك إن مرض الجدري من أكتر الأمراض اللي ممكن تنتشر بسهولة جدا، وبتعدي تقريبا 90% من الإنتاج اللي بيطلع عندك، تمام؟ طيب خلينا نعرف كده في البداية كل حاجة عن المرض دوت. ايه هو نوع المرض وايه هي طرق الاصابة بيه وازاي بيتنقل ما بين الطيور وبعضها وازاي بنعالجه وازاي نقضي عليه نهائي من المكان. فطبعا يا جماعة مرض الجدري مرض فيروسي زيه زي اي فيروس، بس الفيروس ده سريع الانتشار. ليه؟ لان اسباب انتشاره كتيرة. يعني فيروس الجدري في كذا طريقة تخليه ينتشر عندك ما بين الحمام وبعضه، او ما بين الحمام واي طيور تانية، او بين اي طيور تانية والحمام، تمام كده؟ فاذا مرض الجدري ممكن يجي لك من الحمام، من العصافير، من اليمام، من البوم، من الصقور، من الغربان، من اي طيور مهاجره بتنزل عندك، من البط، من الفراخ، من الوز، من البغبغانات، من من اي حاجه، تمام كده؟ من اي طيور او اي حاجه ممكن تخش عندك تكون حامله مرض الجدري او مصابه بمرض الجدري، فممكن تنقل المرض للحمام بتاعك. فده اول سبب اهو من اسباب وجود المرض. يا اما انت جبت حمام او اي طيور او عندك طيور في المكان، او بينزل عندك عصافير برية او يمام او حمام بري او الكلام ده كله، بتنقل العدوى للطيور اللي عندك او للحمام اللي عندك. ده اول سبب واخطرهم. طيب تاني سبب، انت اشتريت طيور من بره ودخلتها عندك كانت مصابة بالمرض او حاملة للمرض ودخلت عندك عادت الحمام بتاعك، تمام؟ طيب تالت سبب ان انت تكون اتعاملت مع اي طيور بره عند اي حد مصابة بالمرض او حاملة للمرض، وانت ايديك اتلوثت او هدومك اتلوثت بالعدوى ودخلت عندك فعديت بيها الحمام والطيور اللي عندك، تمام كده؟ احنا عرفنا كده اسباب وجود المرض، ايه اللي بيجيب المرض. انما طول ما انت قافل على نفسك وعلى حمامك وما بتدخلش اي طيور، او ما فيش اي حاجه بتختلط بحمامك، او انت ما بتختلطش باي طيور عند حد، ومستمر على التطهير وتعقيم ايديك وهدومك قبل ما تخش على الحمام، ان شاء الله مش هيظهر عندك طول ما انت بتربي حمام وملتزم بالحاجات دي. طيب الجدري بيصيب ايه وما بيصيبش ايه؟ الجدري في الغالب بنسبه 90% بيصيب الحمام الصغير، بيصيب الزغاليل، تمام؟ يعني بنسبه 90% ما بيجيش الحمام الكبير. نادرا لما بيجي للكبير بنسبه مثلا 10%، قليل جدا لما يجي للكبير، وبالذات مثلا لو لسه شبابات عليها ريش. انما الحمام الكبير اللي شغال وبينتج ده نادرا جدا لما بيجي له جدري. ايه هي بقى طرق انتشار الجدري لو ظهر عندك؟ يعني ظهر عندك فرد حمام واحد في زغلول، ازاي بقى بينتشر في بقيه الطيور؟ اولا بينتشر عن طريق الجهاز التنفسي، يعني الفيروس بيتواجد في المكان وبيتنقل عن طريق التنفس، تمام كده؟ يعني اختلاط النفس ببعضه هينقل الجدري. تاني حاجه التلامس، تلامس الطيور مع بعضها بينقل الجدري. تالت حاجه انت ماسكك لطير مصاب او حامل الفيروس وماسكك لطير سليم بينقل الفيروس من هنا لهنا. طيب اربعه الحشرات، سواء الناموس او الدبان او حشرات الحمام اللي هي دبان الحمام وسوس الحمام والكلام ده كله، بينقل الفيروس او العدوى من حمام لحمام تاني، تمام كده؟ طيب الميه بتنقل العدوى، الاكل بينقل العدوى، الاختلاط او دخول مثلا طير في سلاكه طير تاني كان مصاب برضه بتنقل العدوى. فدي كلها حاجات لازم تاخد بالك منها لو ظهر عندك حاله جدري. طيب اول ما تظهر عندك حاله جدري المفروض تعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا تذبح يا تعزل، تمام كده؟ يا تذبح يا تعزل. يا اما ناخد فرد الحمام نذبحه نتخلص منه وينفع يتاكل عادي مفيش اي مشكله، يا اما ناخده نعزله ونبدا ان احنا نطهر المكان اللي كان فيه ونطهر الاكلات والمسق والطواجن والسلاكه وكل حاجه، وطهر ايديك وتبدا ان انت تتعامل بحذر جدا جدا جدا. طيب هنطهر بايه؟ هنطهر اول حاجه اليود البيطري،
اليود البيطري، تاني حاجة البيتادين بتاع الجروح البشري، تالت حاجة الكلور، رابع حاجة الفيركون اس من الحاجات المطهرة قوية جدا، خامس حاجة برمنجنات البوتاسيوم. والكلام ده كله الحاجات دي كلها احنا متكلمين عن طرق استخدامها في فيديوهات على القناة. تمام كده؟ عايز تعرف طريقة استخدام اي حاجة ابحث عنها في القناة وخش اتفرج على الفيديو هتعرف ازاي تستخدم الحاجة دي. طيب لو ظهر عندك حالة ودبحت فانت هتطهر المكان وتبدا ان انت تدي رفع مناعه ومضاد فيروسات لبقيه الحمام لحد ان شاء الله ما يعدي اسبوعين ثلاثه وتتاكد ان مفيش حالات تانية بتظهر عندك، لان لو ظهر حالات تانية يبقى المرض اتمركز عندك في المكان. لو انا ظهرت عندي حاله وعزلتها ازاي اعالجها؟ هقول لك احنا بنعالج بطريقه سهله جدا. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت بتشيل الحبايه او البصور اللي طالعه لفرد الحمام من جدورها وتكوي مكانها. تمام كده؟ هتكوي مكانها باي طريقه، كل واحد بيستخدم حاجه وكل شيخ له طريقه. في ناس استخدمت الملح والليمون وجاب نتيجه كويسه، في ناس استخدمت روح الخل وجابت نتيجه كويسه، في ناس استخدمت اليود، في ناس استخدمت المسه الزرقاء، في ناس استخدمت البيتادين وجاب نتيجه كويسه، في ناس استخدمت الكوي بالنار، يعني يسخن حاجه ويلسع بيها مكان الحبايه عشان يكوي مكان الحبايه وبرده بيجيب نتيجه كويسه. فانت استخدم اي طريقه من الطرق دي. اهم حاجه في فيديو النهارده لازم تفهمها، المرض يا جماعه طالما دخل مكان بينتشر بسرعه جدا وبينتشر لفتره طويله جدا جدا جدا. المرض ممكن يفضل موجود عندك في المكان لمده شهور وممكن يقعد سنه وممكن يقعد سنتين موجود عندك في المكان ويظهر عندك في الزغاليل الجديده. تمام كده؟ بيظهر عندك فين؟ في الزغاليل الجديده، يعني مش في الحمام الكبير. ليه؟ لان الحمام الكبير ممكن يكون حامل الفيروس، المكان ممكن يكون حامل الفيروس، الاكلات والمسق ممكن تكون حامله للفيروس، طواجن البيض ممكن تكون حامله للفيروس. فلو انت ما قضيتش على الفيروس من المكان مش هيختفي من عندك. طيب احنا كده محتاجين ان احنا نقضي على الفيروس من الحمام، ومحتاجين ان احنا نقضي على الفيروس من المكان، ومحتاجين ان احنا نقضي على الفيروس من الطواجن والمسق وطواجن البيض. تمام؟ الاكلات والمسق وطواجن البيض. طيب ده هنعمله ازاي؟ هقول لك اول حاجه رقم واحد اللي لازم تفهمه، لو انت ما عملتش كده الفيروس هيفضل موجود عندك وكل ما يطلع عندك انتاج هيطلع فيه الفيروس. ايه هو رقم واحد؟ ان الحمام يكون عندك لسه بينتج. تمام؟ طالما الحمام عندك لسه بينتج الفيروس هيفضل موجود. تمام كده؟ الفيروس هيفضل موجود. طيب عشان اقضي على الفيروس اول حاجه لازم اعملها ايه؟ افصل الحمام عن بعضه، افصل الحمام كله عن بعضه، يعني ما خليش ذكر وانتاج بيضه نهائي ولا زغلول يطلع عندك. طيب فصلت الحمام عن بعضه، منعت الانتاج نهائي، اي بيض يتباض ارميه، مش عايز اي انتاج. هنوقف الانتاج لمده من شهر لشهرين، من شهر لشهرين. طيب خلال الشهر او الشهرين دول بعمل ايه؟ اول حاجه بستخدم مضاد فيروسات للحمام اللي عندي كله، سواء حمام كبير او حمام صغير، وبعالج الحالات اللي كانت ظاهره فيها جدري نهائي، واللي ما بيتعالجش بذبحه. تمام كده؟ اللي ما بيتعالجش مش راضي ان هو يستجيب للعلاج بذبحه. طيب اول حاجه بنستخدم مضاد فيروسات زي فيركون اس بيطري. تمام كده؟ بنستخدمه على الميه، معلقه صغيره على 2 لتر ميه، ونشرب منه الحمام لمده 3 ايام ونكرر بعد اسبوع تاني 3 ايام. تمام كده؟ طيب ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن نستخدم مضاد فيروسات بشري اسمه زوفيراكس، شراب بشري بنستخدم منه 5 سنتي على لتر الميه لمده 3 ايام او 5 ايام ونكرر بعد اسبوع تاني برده 3 ايام او 5 ايام. تمام كده؟ ده كده اول حاجه لتطهير الحمام نفسه من وجود الفيروس ده جواه. بعد كده نستخدم بقى رفع مناعه لمده 3 ايام، كل اسبوع 3 ايام، كل اسبوع 3 ايام، زي الف دال 3 هي بيطري او اميولان شراب بشري. طيب فكده احنا بنقضي على العدوى من الحمام نفسه. طيب العدوى اللي موجوده في المكان وفي الاكلات وفي المسق وطواجن البيض، اول حاجه هتمسك لي طواجن البيض دي كلها تفضيها من التحدي او الفرشه اللي انت فارشها فيها وتلمها كلها على بعضها، تغسلها غسله كويسه بميه وكلور او ميه وبتادين وتسيبها في الشمس. تمام كده؟ لحد بقى ايه ما يعدي الشهر وتبدا ان انت تنتج تاني. طيب الحاجه الثانيه ان انا امسك الاكلات والمسق كلها كل اسبوع اغسلها غسله كويسه جدا بميه وكلور او ميه وبتادين او ميه وبرمنجنات البوتاسيوم. تمام؟ او ميه وفيركون اس. طيب اهم حاجه بعد كده ان انا اطهر المكان عندي كله، يا اما فيركون اس بيطري، يا اما يود بيطري، يا اما كلور، يا اما اي حاجه عندك مطهره نطهر بيها المكان كله كل اسبوع طول الشهر او الشهرين دول. تمام كده؟ لو عندك جير مطفي يبقى ترش الارضيه وهي مبلوله كده والحيطان، ترش عليها طبقه جير مطفي خفيفه جدا. تمام؟ دي برضو تقضي على الفيروسات والبكتيريا اللي موجوده في المكان. يبقى احنا كده اول حاجه قضينا على العدوى من الحمام، قضينا على العدوى من الاكلات والمسق، قضينا على العدوى من المكان، قضينا على العدوى من طواجن البيض لمده شهر او شهرين. تمام كده؟ بعد الشهر او شهرين دولت هنبدا بقى نرجع ان احنا نجوز الحمام لبعضه، وبعد كده نبدا ان احنا نحط الطواجن
هتروح ماسك طبعا الطواجن تاني غسلها غسله كويسه، والطواجن البيض دي تفرشها جير مطفي تحت الفرشه بقى، سواء تحديق او نشاره او اي حاجه انت بتحطها، تفرش طبق الجير مطفي خفيفه كده في طواجن البيض. تمسك الاكلات والمسق تغسلها غسله كويسه برضو وتطهرها، وبعد كده تحط لهم فيها الميه والاكل بتاعهم، وتبدا ان انت تفرغ باذن الله، تمنع بقى كل الاسباب اللي انا قلت عليها قبل كده، طبعا دخول الطيور الثانيه، العصافير، اليمام، الحمام، الكلام ده كله، وتطهر باستمرار وتدي رافع مناعه باستمرار. فباذن الله لو عملت الكلام اللي انا بقول لك عليه ده هتقضي على فيروس الجدري منين المكان عندك نهائي، وطول ما انت بتحافظ على حمامك باذن الله مش هيجي لك تاني. تمام كده يا جماعه؟ فاهم حاجه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، ما ينفعش يكون في انتاج جديد بيطلع عندنا طول فتره العلاج او طول فتره التطهير، لان اي زغاليل هتطلع جديده هتطلع هتاخد العدوى وهتبدا ان هي تظهر عليها الاعراض، وهيبدا يظهر عليها البصور والحبوب، بعد كده هيطلع اي زغاليل تاني بعديها هتنقل لها العدوى، وهكذا وهكذا، وهتلاقي طول ما في انتاج جديد العدوى بتتنقل من زغلول لزغلول. تمام؟ زغلول يتعالج، زغلول يصاب، زغلول يتعالج، زغلول يصاب. فلازم ان انت توقف فرخ خالص لحد ما العدوى تختفي من عندك. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.